بكلاسيكو الكرة السعودية وقمة الجولة 22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، التقى الهلال بشقيقه الاتحاد على أرض ملعب المملكة أرينا في الرياض. المباراة منذ بداية الشوط الأول شهدت تكافؤا من الطرفين، لكن الاتحاد كان السباق في التسجيل بعد عرضية من زكريا هوساوي ورأسية من كانتي في الشباك الزرقاء. وكانت الضربة الهدف الأول، الجول الأول في الكلاسيكو. يحاول الهلال الرد بخطأ نفذه روبن نيفيز ولكن بعيدا عن المرمى. الاتحاد يضغط ويهاجم من مختلف الاتجاهات، الكرة تصل لفيصل الغامدي أمام 18 وتسديده يبعدها ياسين بونو لضربة زاوية، ومن ضربة زاوية للهلال ينفذها سالم الدوسري تصل في نهاية الأمر لصالح الشهري الذي يسدد هدف التعادل للأزرق. وفي الدقيقة 42 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للاتحاد وتحديدا لمصلحة أحمد حجازي، لكنه يلغي القرار بعد العودة لتقنية الفيديو. يعود الهلال للضغط بحثا عن هدف آخر، فيرسل سعود عبد الحميد عرضية أمام المرمى لسالم الدوسري الذي حاول التسجيل، لكن المعيور أنقذ الموقف في الوقت المناسب. ومحاولة أخرى بتسديدة يسارية من صالح الشهري يبعدها المعيوف لضربة زاوية. في الشوط الثاني كان الهلال الأفضل، حيث تمكن مالكوم من إضافة هدف آخر لأصحاب الأرض بعد عرضية من سافيتش ورأسية على يمين المعيوف. قميص الهلال يسجل ابداعا اخر في ملعب كينغدوم ارينا. افتح هلال مهم في الهجوم، دعكم من ميتروفيتش، الليله ليله مالكم، لسان حال الهلاليين في هذه الامسيه الثاني. بعد الهدف يحاول الاتحاد تعديل النتيجه عبر كانتي لكن دون فائده، ومحاوله من احمد الغامدي وفابينيو تنتهي بعرضيه ينهي خطورتها ياسين. ومن تمريرات هلالية بين مالكوم وسافيتش تصل لسعود عبد الحميد الذي يراوغ الدفاع الاتحادي ويسدد بيسرى في المرمى هدفا هلاليا ثالثا. جميل اللقطة الأخيرة، هذا مش ظهير يا جماعة،
بشخصية. وكاد الهلال أن يضيف هدفا رابعا بعد هجمة في الجهة اليمنى قادها ميشيل ديلغادو، ومرر لسالم الدوسري في 18 يسددها يقف لها أحمد حجازي وتنتهي خطورة الكرة. وفرصة هدف هلالية أخرى بعد تمريرة من سالم الدوسري لديلغادو، لكن المعيوف يتدخل في الوقت المناسب. وفي الوقت بدل الضائع ينقذ المعيوف المرمى الاتحادي من هدف محقق بعد التصدي لتسديدة من سالم الدوسري. تستمر أحداث الكلاسيكو دون أي تغيير في النتيجة حتى أطلق حكم المباراة السلفادوري فان بارتون صافرته مولين نهايتها بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف ومواصلته للصدارة ب62 نقطة، فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق ب37 نقطة في المركز الخامس.